حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون الأطراف المتحاربة في البلاد إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بنهاية أغسطس آب الجاري وإجراء انتخابات في الأسبوع الأول من سبتمبر أيلول المقبل، وذلك في مستهل جولة جديدة من مباحثات السلام في جنيف. ما تشهده ليبيا اليوم هي فوضى وانقسام عميق في البلاد. أتمنى أن تتحلى جميع الأطراف الليبية بالحكمة وتتجنب هذا السيناريو، وأن تعمل على تسريع المحادثات والتوصل إلى اتفاق في وقت قريب جدا. وأيضا يأتي هذا في وقت تتضارب فيه الأنباء بشأن استقالة رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الله الثني، فبعدما قال الثني في مقابلة تلفزيونية إنه سيتقدم باستقالته بعد انتقاد مواطنين لأداء حكومته، عاد الناطق بلسان الحكومة ليؤكد أن رئيس الوزراء لم يتقدم باستقالته. وتغرق ليبيا في حالة من الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي بسبب وجود حكومتين وبرلمانين، إحداهما في طبرق والآخر في طرابلس.